مساء الخير. أولا وقبل كل شيء، في حال اختفيت أنا عن اليوتيوب أو عن وسائل التواصل، في حال تطورت الأوضاع في جنوب لبنان، أكيد كلكم عم تسمعوا أخبار وعارفين شو عم بيصير في جنوب لبنان تحديدا، فإذا تطورت الأوضاع فممكن انقطع فترة عن النشر بسبب الظروف طبعا، لذلك حبيت أخبركم. سر إلهي بأكد إنه الشخص اللي تركك رح يرجع لك. هني بالحقيقة 4 أسرار إلهية لأول مرة اليوم بحكي عنهم. أول سر هو أن الله شاهد مستقبلك وهم يجب أن يكونوا موجودين به، بعكس الأشخاص اللي تركوك ومش رح يرجعوا لك، أو اللي صار انفصال بينك وبينهم ومش رح يرجعوا لك. الله شاهد مستقبلك ووجد أنه هل الشخص مش لازم أنه يكون موجود بمستقبلك، فما تحاول تجبرهم أنهم يكونوا بمستقبل مش مكتوب لإلهم، أو الله مش كاتب لإلهم أنهم يكونوا موجودين فيه. ليه؟ لأنهم ما بينتموا لهيدا المستقبل، أو ما بينتموا لحياتك المستقبلية القادمة، أو خلينا نقول بمعنى آخر ليسوا مدعوين أنهم يكونوا أو غير مؤهلين أنهم يكونوا بمستقبلك، وأساساً مش مؤهلين أنهم يمشوا معك بمستقبل حياتك. تاني سر إلهي بأكد أنه الشخص اللي تركك رح يرجع، أنه بيرد على طاقتك بالمثل. يعني عم تعطيه أنت حب واهتمام بيعطيك حب واهتمام، بالرغم من أنكم تركته بعده في طاقة، هيدي الطاقة الروحانية اللي دايماً بنحكي عنها. بتلاحظ أنه طاقة الحب لأنت أو طاقة الاشتياق أو طاقة الاهتمام هو بردة، صحيح أنتوا بعاد بس هو دايماً بيوحي لك أنه هو موجود، أنه هو بيسأل عنك، أنه هو عنده اهتمام أو حب تجاهك، بعكس الشخص اللي مش رح يرجع واللي مش مكتوب له أساساً مثل ما حكينا بالنقطة الأولى أنه يبقى موجود بحياتك المستقبلية. بتلاحظ أنه ما برد على طاقتك بالمثل. يعني دايماً أنت اللي عم تعطي الحب من طرف واحد، دايماً أنت اللي بتبادر وبتهتم من طرف واحد، وبالتالي هو غير مؤهل أنه يرجع لك لأنه مش رح يعطيك أو مش رح يرد عليك بنفس الحب لأنت، أو مش رح تلاقي منه طاقة الحب لأنت عم تعطيها، أو بمعنى آخر لن تتلقى أبداً مقابل الحب اللي قدمته لهيدا الشخص. ثالث سر إلهي بدل أنه الشخص اللي تركك رح يرجع لك، هو أنك لما اخترته ولما دخلته لحياتك كنت قوي وناجح، وكنت بتعرف كتير منيح حدودك الشخصية، أي كان عندك نضج عاطفي. بمعنى آخر، الشخص اللي تركك واللي مش رح يرجع لك أبدا، هيدا الشخص أنت لما اخترته ودخلته لحياتك ولما حبيته أنت كنت مكسور، وكان قلبك مكسور، أو كنت وحيد وعم بتعاني من الوحدة فدخلته لحياتك كتعويض، وبنفس الوقت أنت ما كنت متعلم أو لا تعرف بعدك حدودك الشخصية، أو ما كنت ناضج عاطفيا ولا عندك ذكاء عاطفي، وهيدا هو الاستحقاق الذاتي اللي بنحكي عنه. لأنك إذا أنت بعدك مش عم بتلاقي الشريك أو نصفك الآخر، فمعناها أنت تحتاج لتطوير شخصيتك بالأول قبل البحث عن الحب الحقيقي، أن تبحث عن حدودك الشخصية، وإنك تعرف حدودك الشخصية والاستحقاق الذاتي والنضج العاطفي اللي حكينا عنه بكتير حلقات سابقة. والنضج العاطفي والحدود الشخصية بدل أنه وجود شخص معين بحياتك هو إضافة، هو إضافة جيدة وإيجابية يجب أن تكون لحياتك، ويجب أن يعزز مستقبلك ويدعم مستقبلك ويطور نجاحك، مش ليدمر حياتك ويدمر مستقبلك ويضعف لك شخصيتك وثقتك بنفسك. وبالتالي هذا الحب اللي دخل لحياتك وانت اصلا ناضج وعندك حدود شخصية وعندك استحقاق ذاتي، حتى اذا ترك رح يرجع ليه؟ لانك مش رح تعمل معه التصرفات الطفولية والعشوائية اللي حذرت منها سابقا، واللي عادة الاشخاص الغير ناضجين
عاطفياً، واللي ما بيعرفوا حدودهم الشخصية بيعملوها عادة مع الشخص اللي بيتركهم، مثل ما قلنا من ترجي وملاحقة أو تهديد وانتقام وغيرها من الأمور. رابع سر إلهي بدل إنه هيدا الشخص رح يرجع لك هو إنك دعوت الله إنه إذا كان هيدا الشخص في خير لك، إذا كان بناسب حياتك إنه يرجع لك، بعكس الأشخاص اللي مش رح يرجعوا لك أبداً. إنه الله استجاب لدعائك لما أنت دعيت إنه هيدا الشخص إذا كان مناسب لحياتك وإذا كان بيساهم بتطوير حياتك ومستقبلك إنه يرجع لك. لهالسبب الله مش رح يرجعه. ليه؟ لأنه مثل ما قلنا بأول نقطة ما بيناسب حياتك، ووجوده بحياتك مش رح يكون خير لإلك. أما إذا كان وجوده خير وبناسب حياتك وبناسب مستقبلك، فصدقني مهما بعد الله رح يستجيب لدعوتك ورح يرده. والعكس صحيح، مثل ما قلنا إذا كان هيدا الشخص غير مناسب ولا يتلائم مع حياتك بطريقة فيها خير لحياتك ومستقبلك، فلم ولن يعود إليك. ثلاث أشخاص ما تجرب تتحداهن أبدا، لأنك إذا تحديتهم فتأكد أنك رح تخسر. أول شخص هو الشخص الذي استطاع أن يهزم نفسه، واستطاع أن يهزم جميع الظروف الموجودة بحياته. ثاني شخص هو اللي ما عنده شيء يخسره، وأهم شيء بالنسبة له كرامته وحريته. ثالث شخص هو المتصالح مع وحدته، يعني هالشخص ما عنده مشكلة يقطع جميع العلاقات خاصة السامة، وهو ما عنده مشكلة إنه يكون لوحده بعيداً عن البشر إذا شعر إنه عم يتعرض لظلم أو لإهانة أو لتلاعب من أي شخص بحياته. أكثر شخص بيخافوا منه كل الناس وبيعملوا له ألف قيمة، ومش بس بيخافوا منه أيضا بيهربوا منه وما بيحبوا يكونوا بصحبته. هيدا الشخص هو الشخص الصريح والصادق. ليه؟ لأنه الناس معودة على الشخص الكذاب والمنافق، فصاروا لما يشوفوا شخص صريح وصادق يخافوا منه، لأنه بحس إنه عم يفضحهم أو عم يكشف أسرارهم بطريقة أو بأخرى. وعادة الناس بحبوا الشخص اللي بيسمعهم الكلام اللي هن حابين يسمعوه، مش الكلام الحقيقي والصادق.